مؤقت، ونؤكد أنها لغة مركزية وليست استثنائية، لذا يجب الاهتمام بها والمحافظة على بقائها، فكيف لنا أن نتركها وهي لغة آبائنا وأجدادنا الأوائل؟ إذا نرجو من الجميع حث الأبناء على أهمية تعلم اللغة العربية. ما هو اليوم العالمي للغة العربية؟ في إطار دعم وتعزيز تعدد اللغات وتعدد الثقافات في الأمم المتحدة، اعتمدت إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي قرار الاحتفال بكل لغة من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة. جاء هذا القرار من المجلس التنفيذي لليونسكو بعد أن اقترحت دول عربية منها المغرب والسعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس في تشرين الأول عام 2012، وبناء عليه تقرر الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية. وجاء اختيار هذا التاريخ لأنه اليوم الذي أقرت الجمعية للأمم المتحدة عام 1973 اعتبار اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية، ولكل المنظمات الدولية المنضوية تحتها. اللغة العربية هي اللغة الخامسة والأكثر انتشاراً في العالم العربي، ويوجد أكثر من 467 مليون نسمة يستخدمها حول العالم، وتستخدم في 22 لغة دولة كلغة رسمية، وقد سميت بلغة الضاد لأنها اللغة الوحيدة التي تحتوي على حرف الضاد، وهي أداة التعارف بين ملايين البشر المنتشرين في آفاق الأرض، ثابتة في جذورها متجددة بفضل ميزاتها. هي لغة الحضارة ولغة العلوم والمعرفة والتنوع الثقافي. لماذا نتعلم اللغة العربية؟ لغتي هويتي. إذا كبرت ولم تتكلم اللغة فلم تعرف من أنت. هناك نقص شديد في العمل لمن يفقدون اللغة والثقافة العربية. الذين يتحدثون اللغة العربية بإمكانهم العثور على وظائف متنوعة كالصحافة والإعلام والتجارة والتعليم والترجمة وغيرها الكثير. ونظرا لأهمية اللغة، قررت بعض المدارس في ولاية ميشيغان جعل تعلم اللغة العربية إلزامي في مدارسها. وكما قال أمير الشعراء أحمد شوقي: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال سره في الضوء. هي لغتي العربية، هي كيان كل عربي يعتز بلغته، لغة تطرب لها الآذان، لغة يتعلمها الصغار قبل الكبار. فلا تلمني في هواها، أنا لا أهوى سواها، لست وحدي أبتديها، كلنا اليوم فداها. لغتي يا فخر الأمجاد، لغتي تكاني فخرا أن أنطق بكلماتك، وحسبي شرفا أن أكون من أبنائك. كل عام وأنتم بخير، ودامت لغتنا حية في قلوبنا. أهلا وسهلا بالجميع. تنويه: نرجو من الأهالي الكرام البقاء في أماكنهم، وخاصة مدرسة جورج، لأن لما بيجي لولاد لخلص الاحتفال الرجاء منكم البقاء هنا لتكمل البرنامج معنا. ما حدا يروح على جورج لأنه جورج رح يتسكر البيت لما يفوت الأولاد هناك، فإذا خلصوا أولادكم بدنا منكم تضلوا هون تكملوا معنا البرنامج. كمان في عندنا المعرض تقدروا
للمعرض. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا، يعني احنا فرحتنا فيكم كتير لانه بعد الكورونا اول مره احنا نعمل هيك الاحتفال. اهلا وسهلا بالجميع. والان مع بتول المحامي لتقديم برنامج اللغه العربيه، رحبوا معي جميعا ببتول. اهلا وسهلا بالجميع. والان مع طالب حيدر زيد، شاعر تحت إشراف مس بنورة. يا مرحبا للزائرين، بخيرة الرجال، للسادة المبجلين، تحية الإجلال. قدرتمونا كلكم وجئتمونا ها هنا، شكرا لكم، أهلا بكم، مرحبا بكم في جمعنا. سماؤنا قد أشرقت بنوركم أبطالنا، ثغورنا تبسمت واستبشرت قلوبنا. نحن صغار نقتدي بكم أيا سادتنا، أعمالكم أقوالكم تنير دوما دربنا. وشكرا. Good morning, everyone. Good morning. All right, we're ready for winter break, right? Yeah. Doesn't sound like it. Anyways, well, thank you so much all for coming. This is such an important event for this entire district. I know all four of the academies are hosting their own World Language Day. So critical for the community that we serve here in Dearborn Heights. And we're so amazed at how many parents come out. This should be every parent meeting we have should be like this. I'm holding you all to it. So the next parent meeting we have, we're gonna set it all up. We're gonna have some Arabic music playing. We're gonna have some spectators, and we're gonna have our meeting. But thank you so much for taking time out of your busy schedule to come and to be part of this. This is so, so important. And with that, we wish you the best of luck. A happy new year. I know next week your children need to come to school. It's not winter break next week. So if you tell me the plane tickets for overseas are cheaper, I'm going to tell you no. They need to be here next week. So please make sure they're here throughout the week, and we wish you the best on winter break and a happy new year. Inshallah, we'll see you in the new year. Thank you so much. Ms. Hamdan will translate in Arabic for you. Thank you, Yahya. بس دكتور بزي، شو قلنا هلا؟ كفاني فخرا ان انطق باللغه العربيه. والان مع الطالبه ياسمين جهرسي، قصيده اللغه العربيه تحت اشراف مس بنوره. الطالبه نوره. لغة حوت كل الحكم، سادت وكانت كالعلم، جمعت لنا خير الكرم، ظلت منارا للأمم. قد بينت، قد فصلت، قد زينت خط القلم. درر تفيض بهية، قد سطرت خير النعم. شعت ضياء وازدهت، وتربعت فوق القمم.
تختال تختال من حسن البهاء سخية يا للكرم أدب أدب وشعر حكمة هلا نهلت من الحكم إن أعززنا حيلة إن أعززتنا حيلة فيها جميعا ما تصل لساني لساني كله فخر وعمري وعمري طوله دهر وحرفه منارات تشع بغيرها السير وفي ألفاظه حور وفي ألفاظه حور يأتي بحبه الحدر رعاني الخالق من زمن رعاني الخالق من زمن وكان بفضله الأمر فباللغة كرمني فباللغة كرمني وصرت كأنني الفتر أنا التاج الذي يسهو أنا التاج الذي يسهو أنا النجمات والشعر أنا المعنى أنا الكلم أنا الأغصان والثمر نجومي فوق أكتافي على التاريخ تزدهر ولكن رغم أمجادي دموع الخد تنهدر فأبنائي أضاعوني فأبنائي أضاعوني وحسادي لهم شرر فبالمذياع باعوني وفي التلفاز لهم هجر ولكن إن أرادوا أن يمسحوني فسيقهقر الفجر الآن مع أغنية لغتي الصف الأول تحت إشراق الشمس side of the camera.
والصف الثاني تحت إشراف مس حمادي. Thank you.
Thank you.
والآن مع الصف الأول أغنية شاطر شاطر تحت إشراف مصحبها. Thank you.
الصف الأول ألفا وبايا تحت إشراف الحمادي. Thank you.
travel tickets. صور لي يا سامر. ثانك يو. بتول. والان مع الصف الثاني رسميا يا اول فيديالات يا اول فينا مع المعلمه. Thank you.
أمر والأمر الذي لك به
طلع على عالتي يا أمر دو عدتني دو I love you guys. Oh my God, you can win. Yalla. Hello, Yara. Hello. Hello.
ونقول مزيد الحلو بتاعت ماما ناديه. واحد اثنين ثلاثه ماما اعلى وهكذا بالصح Thank you.
kindergarten. Parents, I know you guys are all excited to see your kids, but out of respect for everyone, if we can please have a seat, I promise to you guys, you will get it, your pictures, you'll get it on video. It is live on YouTube, so you'll be able to go ahead and watch it later on. Just be patient, we're just getting them set up. Parents, out of respect for everyone, I know that you want to see your child. If we can just have a seat, please. He's
أمينة. سيمان. زينب. My George parents, please, we kindly ask that you have a seat. Please. Thank you very much for your understanding. Guys, we guys, know they look please. Amazing, but we need to be fair. So we need everybody seated, please. And when you are seated, we will begin. Please, I need everybody seated. I know we're excited, but we need everybody seated before we begin the music. You have to sit down, please. All the Arabic teacher, I need you to hit each other and George. Thank you.
الكل بدي اياه يكون مبسوط لانكم انتم كلكم تشجعوا الاولاد. واحد اثنين الكل يشتاق على المكتب العربي والدخول بيجي واحد اثنين ثلاثه مثل تذكروا الاثنين صوت عالي مين مين Thank you.
to go to the small gym. It is up to your left. We have about another 15 minutes before our performances begin. The small gym is back to your left. That way, go please check out what's in there. There was a lot of hard work that went into this. How are you? Here. Thank you.
All right, students, signal please. All right, parents. So the next, we are going to need a performance. We are going to need it to kind of be at silence, please, because this is very important. It's a great presentation that we definitely want to hear. Students, participants, I should hear you just about the boys. I'm waiting on you. Parents, just as a reminder, please save your seats. Trust me, you'll be able to see this and you'll be able to hear it. سوى هذا الصخور.
فهل ستقرر همتكم كما قيل؟ إذا سجل برقم الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أصفو على أحد، ولكني إذا ما شئت آكل لحم مختصف. حذاري حذاري من جوعي، حذاري حذاري من جوعي. وانتظروا. Thank you.
السلام عليكم وشكرا ماما نادية يعطيكي ألف عافية. شكرا لتيم اللغة العربية ما شاء الله يعني أحسن التدبير والبرنامج يعني بيفرح القلب شكرا لكل الاستاذ والاهالي والطلاب اللي فعلا ابدعوا بالتقديم ما شاء الله عنهم انا كثير فخوره بالجميع وان شاء الله بتدوم النشاطات هيك لنحكي اللغه العربيه ونكون كلنا طبعا مندفعين للتوحيد بغض النظر من اي بلد اصلا كلنا عرب وكلنا اخوه وكلنا ان شاء الله بهدف واحد وكلنا بخدمه الاهالي وان شاء الله يعجبكم برنامج عربي ماما نادية الله يعزك ويعيد لي اي عافيه وبارك الله فيك الاهالي احييكم وبارك لكم وشكرا لكم على حضوركم ودعمكم لنا للمدرسنا وللهدف اللي احنا نسعى اليه اللي هو دائما خدمه الطلاب وتقديم يعني مستوى عالي من الثقافه والتربيه وان شاء الله دائما المدرسه تعجبكم والعمل اللي احنا بنكون فيه يكون فعلا يرضي الله ورسوله ويرضي الجميع ان شاء الله. مهنيين منكم وكمان أشكر الدكتور عبد البزي والتيم كله اللي معاه اللي هو فعلا يعني بيتعبوا كثير لحتى نكفي الرسالة. شكرا لكم على كلمة. السلام عليكم. Thank you.
بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداد ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان. فهبوا يا بني قومي إلى العلياء بالعلم، وغنوا يا بني أمي بلاد العرب أوطاني. Thank you.
محل الحسانة الشاعر يا وطني ما دخل الأعذار تحت إشراف الفنون.
أمام مختفين رفض. Thank you.
إشراف شامل. Thank you.
اختيارها. الاولاد اللي خلصوا من الاحتفالات وقدموا البرنامج ليهم اللي قاعدين هون واللي قاعدين هناك، لو سمحتوا اذا بسمع كلمه راح ارجعكم على الكلاس. قاعدين هون تصورني كذا، مش قاعدين هون عشان نحكي، ما بدي اسمع صوت. Thank you. Parents, thank you guys. Sorry, we're going to repeat it again one time. Just because we had some technical difficulties with the mics, it's okay. The performance has been going awesome. This is not a common idea. We're good. We're okay. All right. I love you. All right. Yeah.
Thank you.
بتساعدك؟ يا مس رائد بتساعد من زينة شخص؟ ثانك يو. Faster. لغتي عربية أصيلة كريمة حكيمة، أبناؤها ارتكبوا خطأ كبيرا بحقها، هملوها نبذوها تكلموا بغيرها، ذهبت إلى المحكمة ورفعت قضية، قالت سيدي القاضي أرجو منك أن تعيد لي أبنائي، هل سيعيد القاضي للغة العربية أبناؤها؟ هيا لنشاهد معا. محكمة أولا أن اللغة العربية التي ظلمها أبناها بالتركية والعجز بغيرها أصبحت مهملة. ثانيا أنها لم يحاولوا نشر غيرهم في لغة القرآن الكريم، فهل تكون عزلة العربية مكانة بين اللغات؟ شكرا جزيلا سيد الرئيس. الدفاع المفضل عن المغامرة يا مجد، أنا حاضر، أنا متهمين وهم أفضل دون أهل هذا الاتهام. شكرا سيد الرئيس. تفضلي هذه معك. عندي أبناء كثيرين وكبرهم صارحهم الله عفونا لي. هل أنتم قبرت على هذه التهم؟ سيد القاضي نحن لا نتكلم الإنجليزية في نتكلم اللغة العربية سكت لساني وعجز بياني. يسكت لساني ويعجز بياني وانت عربي ابن عربي. كل أصدقائي يتكلمون اللغة الإنجليزية، لماذا أنا أتكلم اللغة العربية؟ نحن لا نواجه خطوة بخطوة في الكلام باللغة العربية، ليس شيئا صعب، بل أشاهد أكثر تكلم أسوأ. وجدنا لغتكم بديلة أصغر سناً وأكبر بها. هل سمعت يا سيدي؟ هل سمعت ما قالوا؟ هل سمعت اليوم لم لا يتحدثون عن أمهم هكذا؟ لم يعطوني احتراماً. هل لديك اقتراح؟ نعم. إذا دلينا على الطريق. أنا البحر. فارسالوخ الغواص عن تلفاته. إن طريقه الغوص. فعلاً قبلكم. أين الهضاء؟
الأرض ومكي ندم على المقاعد من أرض البيت كالدر. آه يا أبنائي، يا لفرحتي، لقد اشتقت إليكم. بعد أسماء شكت أم العظيمة، حكمنا بما أدري. أولا، يعود أبناء اللغة العربية لتحدث الكتابة باللغة العربية. ثانيا، أن يعرف اللغة العربية أساسها ومجدها. رفعت الجلسة. Thank you.
ولا بد من وجودي ليكون للجملة فعلا وأكون
كم هي ثرية اللغة العربية؟ فمن الحروف كونا كلمات، ومن الكلمات حصلنا على جملة، ومن الجملة حصلت على شخص يحتوي على جملة فعلية وأخرى اسمية، وبالتالي أصبحنا عائلة واحدة. أعطونا الطفولي
أعطونا السلام. أهل الحب أهل الإنسان أهل الرسول أبو جردان أسل بونس كبير الرسول. Je vous demande, vous prie de l'ombre, tout prie le sens de mon enfance, de mon enfance, sauve l'enfance, sauve l'enfance, sauve l'enfance. Sauve, sauve, sauve l'enfant. I am a child with something to say. Please listen to me. I am a child who wants to play. Why won't you let me? My dolls are waiting. My friends are praying. Small hearts are begging, give us a chance, 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 please, please, give us a chance. I'm gonna take it.
845-2110. 845-2110. The last one, guys. 845-2374. Please. 845-2374. No one? الآن مع طلاب الصف التاسع أغنية على عين الليلتين تحت إشراف المعلمة شاهين. Thank you.
الحفل مع الدكة للصف 11 والصف 12 تحت إشراف الشاهين. اهلا وسهلا بالجميع.
HES Academies have been serving the Detroit metro area for over 23 years, promoting academic excellence, leadership, and cultural diversity, ranking as some of the top schools in the state of Michigan. Our pre-K through 12th grade students enjoy tuition-free, state-accredited education by STEM-certified and highly qualified staff with no geographical restrictions, and with advanced placement, college dual enrollment, scholarship, and Arabic language programs. NOR International Academy in Sterling Heights at niapsa.org. STAR International Academy in Dearborn Heights and in Canton at starpsa.org. Universal Academy in Detroit at universalpsa.org. And Universal Learning Academy in Westland at ulapsa.org. Join HES Academies today and enjoy a free Chromebook for every enrolled student.